هلا شو اخبار مريم يا سلمان؟ الحمد لله بخير. يعني راح عنها التصروع اللي فيه؟ يعني محتاج شويه راحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ سلمان؟ اي نعم تفضل. احمد شلونك وشلون امك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. من هو هذه اللي تسال عن امي؟ هذه احمد ود لطيف حطب اللي جسم الخطوط. ايه يا رحل الله ما يستاهل. عجيبه. شنو اللي عجيبه؟ الرساله. ايش فيها؟ هذه واحد يعرض علي مشكلته مع ابوه بس ما يبي هالمشكله تتحول الى قضيه وتوصل للمحاكم. يبيني اتوسط بينه وبين ابوه واحل هالمشكله بشكل ودي. خوش حكي. ما مش احسن من الطيب يا ولدي يا سلمان. يقول انه هو من اهل الفريج وابوه ريال غني ومعروف في الديره بس ظلمهم هو وامه. شو اسمه الواحد هذي؟ احمد عبد اللطيف. تدري من هو هذي؟ لا والله. شفت الصبي اللي من شوي دش علينا المكتب واعطاك الرساله؟ هذا هو. هذه قصه هذي. اذا قلت لي عنه ان القضيه اكبر بصدقك. اي بس بصراحه الرساله ما فيه معلومات كافيه، فإذا أنتوا عندكم معلومات عنه نوروني. مو بالحين، الحين حزة قد مر علينا الليلة وبنقول لك السالفة كلها. وش قلت يا المفهي؟ عدل سويت يا ولدي؟ وديت له الرسالة وكتبت فيها عنوان بيتنا حتى يتصل ابنه إذا كان يقدر يساعدنا. يقولون عنه إنه ريال أي ودي. إيه، وهذا الشيء اللي شجعني وخلاني أطلب منه أنه يساعدنا. والله يقدم اللي فيه الخير. الله يسامح أبوك على اللي سواه فينا كلها بسبب الفلوس. طلعي برا، ما أبي أشوفك في بيتي دقيقة واحدة. ليش؟ سويت فيك حتى تطردي من البيت؟ بس تمللت منك ومن حنتك. الحين خلاص أنا ريال ومقتدر، أقدر أخذ بدال الحرمة أربع. وش يهلسني معاك؟ إيش حاد الدنيا ضيع عمري وياك؟ الله يسامحك. الله يسامحك يا أبو أحمد. هالحين أنا صرت حنانة؟ إيه نعم، أنا صبرت عليك وايد. الحين خلاص ما أقدر أصبر. شيري أغراضك وروحي بيت هلك. زين، وولدي؟ ولدك بيبقى عندي، وأتحداك إذا تقدرين تأخذينه. ولعلمك أنا زواجي الأسبوع الجاي. تزوج واحدة ثانية؟ وقبل لا يخلص الأسبوع تزوج لواحد ياهل عمرها ما يصك 17 سنة. والولد؟ الولد بقى مع أبوه، وعلى ما يقولون إن المرأة الجديدة كانت زينة مع الولد أول أيامها. إيه بس عقب ما حملت المرأة ويابت ولد، المرأة انقلبت على ولد ريلها. انقلبت؟ إيه، يابوا لهم المرور. ايش رايك في فهد؟ قمر مثل امه. اي اكثر تحب، فهد والله احمد؟ اثنين عيالي احبهم كثر بعض. هذه معناته انك تحب ام احمد اكثر من تحبني. اتخسي، احبها اكثر حبه القراده. هذه بس حكي تقوله. ايش تبين اسوي لك علشان اثبت لك انك عمري وحياتي وحبيبتي لا عقبها ولا قبلها حبيبه؟ ابغيك تبني لي بيت نقعد فيه احنا بروحنا. وهذه بيتك فيه؟ ما في شيء، بس ما احس ان هذه بيتي. هذه بيتك وبيت ولدك احمد. تبين اكتب البيت باسمك؟ ما في داعي، بعدين تظن ان انا طمعانه في حلالك. بس بقول لك شيء ثاني انت تقدر تسويه. شنو؟ ابغيك تخلي احمد يروح يعيش عند امه. يعيش عند امه؟ ايه، انت عندك اللي احسن منه واللي احسن من امه بعد. والله انا غلطانه. لا ما بغلطانه، بس اقول يعني. خلاص عيال خلي يعيش عند امه احسن له من مرت الابو. حاضر، من عيوني الثنتين.
عسى عينك سالمة يا ابو فهد. الله يسامحك يا ابو احمد، 15 سنة وانت هامل ولدك، لا تدري بصاحي ولا مريض، ياكل ولا يعان، يلبس ولا عريان، فلوسك مثل التراب يلعب بها الصغير، ومحروم منها العود، هذه عادة. أحمد، أحمد، قوم يا يما، قوم يا يما توضأ واذكر الله وصل على النبي، قوم يا ولدي. نعم يما. قوم يا نظر عيني، قوم يا يما. إن شاء الله، إن شاء الله. يا الله. يا رب، يا الله يا كريم، جانبيك المصطفى، تحفظ ولدي من كل شر، وتوافقه وتيسر أمور، وتهدي أبوله وتنور بصيرته وترجع له يا رب. أحمد، أنت ايش تبي من أبوك بالضبط؟ أبغي كلي أبو مثل ما هو أبو حق أخوي فهد. زين، انت عندك اي مطالب ماليه تطالب بها؟ الفلوس مو مهمه عندي بقد ما هو مهم. انا ابغي اخوه اعيش معه في بيت واحد، اكلمه ويكلمني، واحس انه هو يحبني ويخاف علي، يفرح معاي اذا فرحت ويحزن اذا حزنت. باختصار انا ابغي ابو، لا ابغي فلوس ولا سيارات ولا عقارات ولا غيرها. وش اللي تبغي مني أسوي؟ أبغيك تكلمه وتشيل الغشاوة اللي على عيونه، أبغيك تذكر بالولد اللي قطع على أمه من 15 سنة ونساه، وزوجته اللي ظلمها، وتبينه واجبة من صوبنا. وليش أنت ما تروح له بروحك وتكلمه؟ أكلمه؟ أنت تدري لو أروح له ويشوفني واقف قدامه ما عرفني، شلون تبيني أروح لو أقول لنا أنا ولدك ولي حق عليك؟ أقل شيء بيسويه نهو بيطردني. طيب، وإذا رفض أطلبك ممكن نشتكي عليه؟ لا، أشتكي على أبوي. عايل، إيش تبيني أسوي له في حالة رفضه؟ ما أدري، أنت محامي وأنا جيتك علشان تشوف لي حل، بس من غير ما توصل الأمور إلى المحكمة. على كل حال، أنا بحاول أشوفه وأطرح معه الموضوع وأشوفه شي يقول. الحين توه متذكر إن عنده أبو؟ وانت توك متذكر إن عندك ولد؟ يعني يا يتحاسبني؟ العفو يا أبو أحمد. أنا أبو فهد. أبو أحمد وأبو فهد. أحمد ولدك العود ولا حق عليك؟ حق؟ أي حق؟ ما حد لحق عندي. أحمد ولدك ولا من الحقوق مثل فهد بالضبط. اسمع يا أستاذ سلمان، أنت محامي، يعني الشخص اللي المفروض يعرف العدل والحق ويدافع عنهم. طبعا. هل تشوف من العدل أني أساوي بين واحد عمره ما سقاني قلاص ماي وبين ولدي فهد اللي شايلني فوق راسه وشايل الشغل عني؟ هذه قلطتك مو بقلطة أحمد. أنت اللي من البداية حرمت أحمد من كل شيء ووفرت حق فهد كل شيء، بعدت أحمد وجربت فهد، حرمت أحمد من عطفك ورعايتك وحنانك، وفرت كل هذه حق فهد. شوف يا أستاذ سلمان، أنا ما أبي أطول السالفة وهي قصيرة. اسمع، أحمده ما له حق عندي، لا هو ولا أمه. إذا هو ناوي وانت وياه بتضايقوني، ترى لا تلوموا لنفسكم. زين؟ إي نعم، أبو كان متزوج قبلي من مرة ثانية وياب منها ولد. يعني أنا عندي أخوة أكبر مني
وطول هالمدة ما أدري عنه؟ لا، هذه مو بأخوك، هذه أمه مرة ثانية. يحسبونا واحد يا يمه، يعني أخوي فهد. أنت تبيني أزعل منك؟ طبعا لا يا يمه. يبقى خلاص تنسى الموضوع واعتبر نفسك كأنك ما سمعت أي شيء. شلون أنسى يا يمه شلون؟ فهد خلاص الموضوع انتهى. لا، أنا من رأيي نرفع قضية على أبوك. بس هذه أبوي يا أستاذ سلمان، شلون أشتكي عليه؟ أبوك يا أحمد نموذج لكثيرين من الناس اللي عمت عيونهم وقلوبهم الفلوس، وانحرفوا عن طريق العدالة، ولازم يحاكم ويوقف وسط المحكمة وأنا خصمه. لا 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 لا، مستحيل أنا أسوي هالشي. عيال تنسى الموضوع كله. شلون أنسى أبوي؟ والله أنت حيرتني معك، لا راضي نشتكي على أبوك ولا تبي تتنازل عن حقك، عيال شو نسوي؟ ما أدري. دريت ما في غير الصحافة. سلام. اهلا مرحبا. هلا، كيف الحال؟ تمام. حيا الله محامي ملف الاياويد. يا هلا بيك. كيف الحال اخوي؟ وين الغبه هذه كلها؟ في الدنيا. ها تفضل يا تفضل، حياك. شكرا شكرا. الله يسلمك. حيا الله الريال. عندي موضوع بقوله لك وابي رايك فيه. تفضل. كل اذان صاغيه. القضيه تتعلق بشاب تعرض للظلم من قبل ابوه وهو يبي ياخذ حقه منه، بس رافض ان يشتكي عليه في المحكمه. تقدر تنشر قصته في الجريدة؟ ممكن، بس طبعا بأسماء وهمية. أكيد. طيب شنو الهدف اللي تبي توصل له من نشر الموضوع في الجريدة؟ عندي أمل إن الأبو أو زوجة الأب أو الأخو، أي واحد منهم يقرأ الموضوع ويكون له تأثير عليه ويسوون شيء حق هالشاب. خلاص عطني تفاصيل الموضوع وأنا أنشر لك. أستاذ سلمان؟ أنا فهد، فهد عبد اللطيف أخو أحمد، وبغيت أتكلم معك في موضوع شوي مهم، ممكن؟ حاضر، تحت أمرك. أحمد، أقدم لك أخوك فهد. أخوي فهد. أخوي يا أحمد، أنت لازم تجي معايا الحين. وين؟ في الدرب، أقول لك كل شيء. حياك يا أخوي، حياك معاي. Thank you.
يبا يما اقدم لكم اخوي احمد. احمد؟ من اليوم ورايح احمد راح يعيش معانا هني في البيت. ها ايش رايكم؟ مع أولادك عدل ما بين اثنين هم جنة وفاتر.